قام وزير الخارجية عبد الله ليحيى اليوم بزيارة إلى معهد سعود الناصر الصباح الدبلوماسي الكويتي للاطلاع على سير أعمال دورة ترقية دفعة دبلوماسي وزارة الخارجية من درجة سكرتير أول إلى درجة مستشار، والوقوف على البرامج التدريبية والدورات الأكاديمية المقدمة للمشاركين في الدورة. وأكد الوزير خلال لقائه بمنتسبي الدورة على أهمية الالتزام والعمل بجهد دؤوب وتوظيف ما تلقوه من معلومات وخبرات في مهامهم العملية المقبلة وتبوئهم الرتب القيادية بالوزارة، مشددا على ضرورة مواكبتهم لمتغيرات الأحداث السياسية الراهنة في المنطقة والإلمام التام بالتحديات المتصاعدة والمتسارعة حول العالم. وأعرب عن تمنياته لهم جميعا بالنجاح والتوفيق في اجتياز هذه الدورة واعتلائهم عتبة مرحلة جديدة من الحياة الدبلوماسية خدمة لدولة الكويت ورفع رايتها عاليا في المحافل الدولية. كما التقى الوزير بدفعة الملتحقين الجدد إلى معهد سعود الناصر الصباح الدبلوماسي الكويتي للاطلاع على برامجهم التدريبية والتأهيلية لالتحاقهم بالعمل لدى وزارة الخارجية وحثهم على المثابرة وتكريس الجهود نحو الاستفادة من البرامج التي يقدمها المعهد والالتزام والحرص على تحقيق الأهداف المنشودة من الدورات التأهيلية، متمنيا لهم التوفيق والنجاح.